نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله، فشمل برعايته الكريمة مراسم يوم الشهيد الذي أقيم هذا اليوم في قصر الصخير. ولدى وصول صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وقد رافق سموه إلى موقع المراسم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وسمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة. كما حضر المراسم عدد من كبار المسؤولين والضباط في الدولة وأسر الشهداء. عقب ذلك توجه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إلى المنصة الرئيسية حيث عزف السلام الملكي. السلام الملكي، سلام. قف. We'll be right back.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. بعد ذلك أطلقت المدفعية طلقة واحدة ثم وقف الجميع دقيقة صمت. بعدها أطلقت المدفعية طلقة واحدة للإعلان عن نهاية الصمت. بعدها عزفت الفرقة الموسيقية اللحن الأخير. أربي. ثم مر عدد من الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني تعبيرا عن الوفاء لشهيد الوطن. بعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان رئيس الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز خطيب جامع الفاتح الإسلامي خطبة ودعاء الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، جنود الوطن البواسل الأبطال، أهالي وأبناء الشهداء الأبرار،
الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين. بمناسبة يوم الشهيد وإحياء لذكراهم الطيبة، نرفع أكف الضراعة إلى المولى العلي القدير، داعين لشهدائنا الأبرار ماضياً وحاضراً في مملكتنا الغالية البحرين وفي كل مكان بالرحمة والمغفرة ودخول الجنان. ونقول: اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، اللهم ارحم شهداء الوطن الأبرار وحط عنهم الأوزار وقهم عذاب النار وأنزلهم منازل الأخيار وأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يا عزيز يا غفار. اللهم نور مرقدهم وطيب مضجعهم وآنس وحشتهم وارحم غربتهم وقهم عذاب القبر وعذاب النار ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا سميع الدعاء. اللهم قد ترك الشهداء أهلهم وودعوا أحبابهم وفارقوا ذويهم، اللهم فارحم دموع المحبين وحنين المشتاقين، اللهم واجمع بينهم وبين أهلهم وأولادهم في جنات النعيم. اللهم اربط على قلوب أمهات وآباء الشهداء وألهمهم الصبر والقوة والسلوان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى. اللهم احفظه وأدم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة، وأطل في عمره وتوله بعنايتك ورعايتك، وبارك له في ولي عهده وفي أهله وأبنائه وذريته. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك. اللهم وفقه لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في وطننا البحرين وفي خليجنا، واحفظ لنا جيشنا ورجال أمننا، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، واربط على قلوبهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار في الماضي والحاضر وفي كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدها تقدم قائد الحرس إلى بداية الطابور، حيث أدى التحية لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد. شكرا سيد.
ثم تقدم رئيس المراسم باستئذان صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد ليتفضل سموه بسقي النخلة التي هي رمز الحياة الدائمة. واختتم يوم الشهيد بعزف السلام الملكي. السلام الملكي. سلام قف. وبهذه المناسبة المجيدة تفضل صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد أيده الله بالتصريح التالي: يطيب لنا في هذا اليوم الوطني المجيد أن نحتفي معا بذكرى يوم الشهيد في مناسبة جليلة تبجيلا وتكريما لجميع شهدائنا الأبرار الشجعان من رجال البحرين المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، الذين جادوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة والفداء خلال أداء واجبهم السامي المشرف، لتظل راية الوطن خفاقة شامخة مجسدين بذلك أسمى قيم الشجاعة، فأصبحوا فخرا للبحرين ونبراسا تهتدي به أجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معانيه. إن يوم 17 من ديسمبر من كل عام سيظل مناسبة مضيئة في المسيرة الوطنية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء البحرين البواسل الذين استشهدوا داخل الوطن وخارجه نصرة للحق ودفاعا عن أمن وسيادة أوطاننا والتصدي للإرهاب، فسطروا أروع معاني البطولة والولاء سيرا على نهج الآباء والأجداد الكرام الذين على مآثرهم تم تشييد المسيرة الحضارية الظافرة للمملكة. وقال صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد: كما يطيب لنا في هذه المناسبة أن نوجه التحية والتقدير إلى القوات المسلحة الباسلة والمؤسسات الأمنية على النهوض برسالتهم السامية النبيلة صفا واحدا للذود عن الوطن وكرامة أهله بكل شجاعة وبسالة. وأضاف سموه: إن كل شهيد من أبطالنا البواسل أصبح فخرا لأهله وإخوانه في السلاح، حيث سطروا تاريخا مجيدا من البطولات خلدت أسماؤهم وأسماء أسرهم في أنصع صفحات البطولة والمجد، كما أن أسر الشهداء الكرام لا يقلون بطولة عن أبنائهم، فقد ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بثباتهم ووطنيتهم العالية. فتحية تقدير لكل أم وأب استمد منهم الشهداء القيم الوطنية الرفيعة، كما نشيد بالمواقف النبيلة التي عبر عنها المواطنون الكرام من تماسك ومؤازرة مع ذوي الشهداء، فأكدوا إن كل شهيد من شهدائنا البواسل هو ابن لكل بيت بحريني في وطننا الواحد المترابط. رحم الله شهداءنا الأبرار وإخوانهم من شهداء دولنا الشقيقة وأسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وجزى الله أهلهم وذويهم خير الجزاء وأدام على وطننا البحرين العزيز المنعة والخير والرقي.
بمشاعر وطنية خالصة، تستذكر البحرين أبناءها البررة شهداء الواجب الوطني السامي الذين باتوا المثال والقدوة في التضحية والفداء من أجل الذود عن الوطن ورفعة شأنه، خدمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإخلاصا في أداء رسالتهم النبيلة إلى جانب إخوانهم من ضباط وضباط صف وأفراد مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية في المملكة، ليكونوا رمزا للفداء وعنوانا للعطاء. في هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا نستذكر شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، ونترحم عليهم ونتمنى إن شاء الله لذويهم كل مستقبل مشرق إن شاء الله. وهذه مناسبة عزيزة وذكرها في هذا اليوم يمثل لنا الكثير ولله الحمد. في يوم الشهيد يوم نستذكر فيه بكل فخر واعتزاز من قدموا أرواحهم فداء للوطن وسطروا بتضحياتهم أروع القصص والتضحيات في سبيل أداء الواجب الوطني، واعتبارا من 9 وحتى 17 ديسمبر من كل عام يتم لبس وردة الشهيد اللي هي ترمز بالراسجي في مشهد وطني مهيب، حيث أنه يعكس هذا توجيهات وطنية محمودة لتخليد ذكرى الشهداء. أسر الشهداء الأوفياء يشاركون بكل فخر في هذا الحفل، مؤكدين اعتزازهم بما قدمه شهداء الواجب من عطاء منقطع النظير لخدمة وطنهم وقيادته الحكيمة، مقدرين ومعتزين بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بأسر وأبناء الشهداء. أشكر سمو ولي العهد على هذا اليوم وأفتخر كوني ابنة شهيد، لأن في هذا اليوم نستذكر تضحياتهم السامية. اليوم نستذكر بكل فخر واعتزاز للذين الذي وفوا أرواحهم في سبيل البلد، وأنا فخورة بكوني ابنة الشهيد عمار عبد الرحمن. أسمى معاني العطاء والفداء سطرها أبناء البحرين بكل فخر في صفحات ناصعة تخلد أسماء الأبطال الشجعان رموز الفخر والعزة والكرامة في ساحات الشرف والعطاء. أبناء البحرين البررة شهداء الواجب الوطني المقدس رمز الفخر والعزة والنصرة، لن تنساكم البحرين أبدا نظير ما قدمتموه من تضحيات جليلة خدمة لقيادة هذا الوطن وذودا عن أمنه واستقراره ودفاعا عن مصالحه. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.